حفظ القرآن فرض كفاية، يعني يجب أن يحفظ المسلمون القرآن، لكن لا يجب على كل شخص أن يحفظ القرآن كاملا، لكن يجب أن يحفظه المسلمون بشكل عام، أن يحفظه. والصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا كلهم يحفظون القرآن، لكن محفوظ عندهم. في أناس من الصحابة لوحدهم حافظين القرآن، وفي الصحابة يحفظ أجزاء من القرآن، وهكذا كذلك في زماننا هذا وفي كل زمان. يعني يجب على الأمة أن تحفظ القرآن، لكن لا يجب على كل شخص بذاته أن يحفظ القرآن الكريم إلا ما لا تقوم الصلاة إلا به، وهي الفاتحة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ففاتحة الكتاب فرض عين على كل مسلم، أن يحفظ سورة الفاتحة ليقرأ بها حتى تصح صلاته. غير الفاتحة لا يجب. يعني لو إنسان قرأ الفاتحة وركع صلى كمل صلاة، صلاته صحيحة. قراءة السورة بعد الفاتحة سنة مستحبة. لو واحد ظل طول حياته لا يحفظ إلا الفاتحة، صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، لكن هو الخسران، يعني مغبون، فوت على نفسه خيرا كثيرا. لكن نحن نتكلم عن هل يأثم أو لا يأثم. لا يأثم طالما أنه يحفظ الفاتحة. إذا كان لا يحفظ الفاتحة، قد مر بنا لما تكلمنا عن أركان الصلاة وقلنا من أركانها الفاتحة، وإذا كان الإنسان لا يحفظ الفاتحة كحديث عهد بإسلام أو يعيش في بادية لا يعرف شيئا منها، فهذا يتعلمها، وبدل الفاتحة يعني يسبح يهلل يكبر. قد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحسن فاتحة الكتاب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، يكفيك. يعني هذا لو واحد دخل في الإسلام الآن مثلا، نبدأ نحفظ الفاتحة، حفظنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، قال: لا بس ما أقدر، خلني على الثلاث دولي، مو قادر يحفظ الباقي. يصلي بالثلاث اللي حفظها، الآيات الثلاث التي حفظها يصلي بها، لكن عليه أن يتعلم الباقي حتى يحسن الفاتحة كلها. فحفظ الفاتحة واجب على كل مسلم. نعم، قال: فرض كفاية، ويتأين حفظ ما يجب في الصلاة وهو الفاتحة. نعم.